ايوه بعض القبور بتلقى النادي يحطوا سعف، هل الشيء ده في السنه وارد ولا شيء من عند الناس؟ سعف ولا جريد؟ هنا بتقول له جريد. طيب اصلا يا جماعه القصه انه النبي عليه الصلاه والسلام لقى له قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس واما الثاني فكان لا يستنزه من البول. فشلوا جريده نخل كسر نص او شق نصين، خدتها في القبر ده واحد وفي القبر ذاك واحد. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. التصرف ده خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، ما يجوز لي انا ولا أي واحد فيكم يسويه. لسبب إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم، لأنه بيوحى له، نحن ما بيوحى لنا، لا أنا لا أنت، علم إنه صاحب القبر ده بيعذب لأنه كان بيسوي سوي، وصاحب القبر الثاني بيعذب لأنه كان بيسوي سوي بس. لكن أنا وأنت ما نعلم، عشان أي قبر دفناه ونقوم نغز فيه شنو؟ جريدة. لو غزينا فيه نخلة كاملة ما بينفع بحاجة، لأنه أول حاجة أنت أم تعلم أنه بيعذب ولا ما بيعذب؟ الرسول علم أنه ده بيعذب وده بيعذب ونحن ما بنعلم. يبقى ده خاص التصرف ده بالرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني على الخصوصية أنه ما في واحد من الصحابة، لا أبو بكر الصديق بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، لا عمر لا عثمان لا علي لا أبو هريرة لا غيرهم رضي الله عنهم، ما كل قبر يمشي يجيبوا جريدة بتاعت نخلة ويغزوها، ما حصل. ليه ما عملوا؟ لأنهم علموا إنه ده كان خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. ليه خاص؟ لأن الرسول هو الوحيد اللي بيوحى له الوحي بيوريه إنه هنا حاصل وهنا ما حاصل، أما نحن ما عارفين. نعم. ثم إنه الناس بيفهموا إنه جريدة النخل لما تغزها هي اللي بتعمل له شنو؟ تخفف له العذاب، وده شرك بالله بالمناسبة. ده أخطر من بدعة الجريد نفسها. الاعتقاد إنه الجريد النخل ده لما نغزه بيخفف له وهو، ده شرك بالله يا جماعة. ده أخطر من مجرد البدعة ذاتها بتاعت الجريد. عشان كده الناس يخلوا الحاجة دي. داير الله يخفف له، الله يدخله الجنة ادعوا له. اتفق العلماء كلهم إنه ما في شيء بينفع الميت زي الدعاء له. ما في شيء بينفع الميت، مش قادر تنفع الميت حقك، ما في شيء بينفعه زي الدعاء له يا اخوان. اما ده كله ما صحيح. وبعدين كمان يمشوا يقول لك الرحمتات، مش كده؟ اخر خميس في رمضان، اخر خميس في رمضان يشيلوا بلح وبليله يمشوا وعصير يكشحوه فوق القبر. هو بياكل؟ هو صايم معانا عشان تدوا بلح؟ وما تنقطع عمله الا من سلاس. ده ما صحيح، كله ما صحيح. وبعدين حرام النعمه ذاتها تجديها فوق التراب، ذاته كمان حرام ثاني. ما صح. اديها للمساكين وقول لهم ادعوا لي للميت ده. كده بيمشي له. البلح الشتته ده ذاته والبليله. شوف لك ناس مساكين او اسره مسكينه ادي لهم وقول لهم يا اخي بس داير منكم طلب واحد، ادعوا لي لابويا الماده بس. ادعوا له قولوا حاج فلان الله يرحمه ويغفر له ويدخله الجنة. ده الطريق الصحيح. لكن الشيطان بغشنا غشانا، بدل ما نديه أكل المسكين يقول لك كبه فوق التراب. لا مسكين لما فيه عرفته والكلب يبول فيه ذاته.